الله معكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا طبخة صيامي مع الأخت أم رزق. نلتقي فيكم بهالأيام المباركة لنتعلم من الأخت حنان أم رزق طبخات وحلويات وسلطات صيامية متنوعة. أهلا وسهلا أم رزق. أهلا خرية. إيش رح تعملي لنا اليوم؟ اليوم حابين نسوي حراء أصبع، وهاي الطبخة بعرف إنه الكل بيحبها، فرح نقدمها بطريقة كتير سهلة. وبعدين رح نسوي مغلي، المغلي رح يكون يا سلام. فالكل يمكن بحبه، وحلو لما الناس حدا بيجي بيولد أو إشي، يعني دايما منقدم هذا النوع الحلو، وهو سهل وطريقة تحضيره أظن سريعة بسرعة. كمان أيوة سريعة. تمام، رح نبلش زي ما عودناكم، رح نبلش نصلي مع بعض صلاة قبل الطبخ، وبعدين إن شاء الله رح نتعرف كيف نعمل هاي الأنواع مع أم رزق. المجد لك أيها الإله الأزلي، مبدع الكل بمحبته وصلاحه، يا من ينعم علينا بهذه الخيرات السماوية والأرضية المتنوعة ويرزق الكل من فيض بركاته، أهلني أن أهيئ وأطبخ بالماء والملح والنار ما وهبتنا من مأكل بانسجام وتوافق واعتدال، لكي تكون تشديدا وقوة لنفوسنا وأجسادنا، فنسبحك بنشاط وشكر وسرور يوما فيوم. وأعطنا بالأحرى أن نهيئ نفوسنا مسكنا للروح القدس، ونشبع من تبريكك وتسبيحك ما من شحم ودسم، صانعين مشيئتك في كل حين بشفاعة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك لا تزل مبارك إلى الأبد. آمين. نعمل حراء أصبع، فراح أول إشي نستعمل زيت نباتي. تقدري تحكي لنا العيارات أم رزق قبل ما نبلش؟ إن شاء الله. بشكل عام عنا كاسة عدس، ونص باكيت فوتوتشيني، بعدين بدنا نفرم بصلة، وثلاث أسنان تومة، نحط دبس رمان وليمون وملح طبعا. وهون في عنا كزبرة مقلية وكزبرة خضراء. بعدين للزينة طبعاً بصل مقلى وخبز مقلى ورمان. فخلينا هلأ أول إشي نبلش بالتومة. نقدر نطوي الفرن. أكيد. شوي، هي اكيد كل طبخه بتاخذ معنا شوي وقت لبين ما تستوي، لانه المعكرون بده يلحق يستوي، وطبعا والعدس بحبوا الاولاد. عندك الحراء أصبع يعني هم شوي بغلبوني بالعدس، بس الحراء أصبعه بصراحة إحنا بنعمله إلنا الكبار، ولو ضل يومين بنضل نحب ناكل منه كتير زاكي. بس تعرفي لازم، بس الفكرة السائدة عنه زي ما حكيتي إنه صعب، بس شكلك راح تعلمينا اليوم طريقة سهلة. بس أقول لك بصراحة لازم الواحد يعلم أولاده كل إشي يأكله، صح. يعني عدس، كل الطبخات الصيامية كتير زاكية، فلما نعملها بطريقة الفائدة القيمة الغذائية بالعدس كتير عالية. العدس يعني بيعوض في بروتين في حديد. هلا هيك تقريبا تحمصت التومة، البصل تمام، نقلب شوي. نقلبهم هيك شوي، شوف كيف بتطلع. تمام، شوفي لونهم ما احلى. كله هذا على نار حامية. هلا بدنا نحط العدس. هلا
نحط عليه هلا المي عشان العدس يستوي. اذا ممكن خوريا تعطينا ال في عيار للمي ولا لا؟ لا لا نحن بدنا لبين ما العدس يستوي. كمان بعد شوي بدنا نحط المعكرون. المي بنخليها بنشوف، بجوز انه نحتاج اكثر يعني لقدام شوي. قديش تقريبا بياخذ وقت ام رزق العدس؟ ربع ساعة، ثلث ساعة او اكثر شوي، يعني ببين معنا لما نشوف الحبة استوت. في مقولة قرأتها امبارح للآباء القديسين عن الصوم، حابة اليوم أشاركها معكم. خلال موسم الحصاد يجمع الطعام للجسد، لذا خلال موسم الحصاد الروحي علينا أن نجمع غذاء للروح، غذاء يؤكل للحياة الأبدية. سبيلنا إلى ذلك الصوم، قراءة الكتب المقدسة، الصلاة، التوبة والاعتراف، المناولة المقدسة، وأعمال الرحمة. مرات كتير بنسمع أم رزق، في ناس مثلاً بيحكوا لنا المهم الأعمال، المهم أنا شو بسوي، المهم أصوم لساني، المهم كلها هاي الأشياء متكاملة، ما في إشي واحد بس. إحنا طبعاً الصيام لازم يكون مش صيام عن الأكل فقط، يكون مع كل الأشياء الثانية. من أهم إشي المناولة المقدسة، سر التوبة والاعتراف، يكون مرتبط بالأشياء. يعني ما بيصير نضلنا نقول مش المهم الصيام، المهم الصيام، كله متكامل. نحن لازم ننتبه بحياتنا الروحية، هذا بنسميه شوط الصوم. نحن بهاي المرحلة، كلها هاي المرحلة اسمها جهادات روحية، كل أنواع الأصوام مرتبطة مع بعض، ما بيصير نقلل من قيمة إشي. أكيد خوري أكيد، بس المهم الواحد لما يدخل على فترة الصيام يكون من جواته وقلبه يعني ناوي على هذا الصيام بكل طبعاً. يعني شعوره وإحساسه وروحه أكيد. حتى يكون في عنده هاي البركة. أكيد. شوفي خوري لساتها ما غليت المي، بدنا إياها شوي تغلي عشان نقدر نسقط عليها المعكرونة. فخلينا نستنى شوي عشان تغلي المي. تقريبا 10 دقائق لربع ساعة. إن شاء الله. تمام. إن شاء الله. احنا حطينا المي على العدس، استنينا هلا بس غليت المي، وهلا بدنا نحط المعكرون عليها عشان يستوي. هلا هيك استوى العدس صح ام رزق؟ استوى العدس. فهلا بدنا نحط المعكرون، قطعناه قسمناه يعني عشان يستوي مع العدس. العدس حطيناه نص استوى. تقريبا كوب معكرونه صح؟ كوب معكرونه بدها نص باكيت فوتوتشيني. هلا بدنا نحط لهم ملح. معلقة كبيرة أو معلقتين صغار. معلقة تحت هون. طبعاً على حسب، نرجع ندوق إذا بلزم كمان. أنت حطيتي معلقة صغيرة؟ حطيت معلقتين ونص ملح. معلقتين صغار. طبعا هو الملح من الاشياء اللي دائما بنحكي حسب الرغبه، في ناس بتحب مالح في، بس هو بتحمل يعني العدس مع المعكرونه بتتحمل الملح. فهلا طب ام رزق احكي لنا مثلا، هلا صاروا وحطينا ملح زياده على الطبخه شوي، طلعت مالحه، شو في طريقه نسحب الملح من الطبخه؟ بحطوا حبه بطاطا. بطاطا بتشرب الملح. وبنقدر نقيمها يعني شوي. بخف طعم الملح فيها. بالضبط. هلا بدنا كمان 10 دقائق. نستنى 10 دقائق عشان المعكرون يستوي. وبعدين نكمل نحط عليهم بقيه المواد. طبعا. زي الليمون وزي دبس الرمان. بدنا نحطهم معاهم، بس نستنى شوي لبين ما المعكرونه يستوي. تمام. هلا بعد 10 دقائق استوت المعكرونه مع العدس. استوت هلا. بس هلا بدنا نحط معاها، وطينا الغاز، نحط معاها دبس الرمان. فتقريبا نص كاسه بدنا نحط، برضه على حسب قديش الواحد بحب
هو بيعطي الحموضة، حموضة وحلاوة. أها. لأنه دبس الرمان هو حلو، طعمه حلو. صح. كثير حبيت أم رزا إنك استعملتي معكرونة، لأنه هاي الأكلة تنعمل كمان بالعجينة، واللي بيخلي لنا نستصعب إنه نعملها إنه نعمل العجينة ونقطعها بالضبط، فكثير سهل، وأظن رح تطلع نفس النتيجة، نفس الطعم، نفس النتيجة بالضبط، نفس النتيجة ونفس الطعم. بس نحن أنا كمان بحب هلأ أحط فيها، بدنا إياها هلأ تغلي شوي عشان تتشرب كل طعم دبس الرمان مع الليمون. إذا حطيتي تقريبا نص كاسة دبس رمان ونص كاسة ليمون. بحب أحط معاها كزبرة خضراء كمان شوي بالطعم فيها، يعني كمشة، كمان كمشة من الكزبرة مقلية مع تومة. نخلي شوي عشان بعدين للتزيين. شوفوا لونها كيف هلا تغير، لونها تغير وريحتها صارت كثير زاكية. يعني دبس الرمان كثير بيستعمل باكلات بيعطي طعم كثير زاكي. بالضبط. بس بالزبط. زي ما قلتي هو حسب يمكن حسب الرغبة كل واحد. قديش بحب. في ناس بحبوا يحطوا معاها الصراحة كمون عشان العدس بينفخ. بس عشان كل العدس هيك بداية. بس يمكن مع هاي الطبخة يعني أنا بقول بجوز إنه بغير الطعمة. بس برضه مش غلط الواحد انه اذا حدا بحب انه يجرب فعادي يجرب منها. شوف كيف لونها صار كثير حلو. هي لازم نحرك شوي دائما بين فتره والثانيه لانه المعكرون بلزق كلياته نشويات، فعشان هيك نحن بنحب نضلنا نحرك ما يلزق بقاع الطنجره. وهلا بنخليه على العالي كمان هلا شوي، يعني هيك ابو 5 دقائق عشان يتجانس كلياتهم مع بعض وياخذ الطعمه. هلا هيك خلصت؟ سهله. دائما احنا بنعرف عن بضل الواحد يخاف بدها بتغلب. لا كثير سهل، معناته بالبدايه قلبتي التومه والبصل. ايوه حطيناهم مع نقطه زيت، مع زيت، بعدين حطينا العدس وخليناه لبين ما العدس يستوي نص استوى، وبعدين حطينا مع المعكرون سقطناهم عليه. وطبعا بدنا نضلنا نحرك شوي عشان لبين ما المعكرون يستوي، استنينا 10 دقائق لربع ساعة لبين ما المعكرون استوى. حطينا عليه دبس الرمان وليمون، وطبعا حطينا من اول حطينا الملح والكزبرة، بعدين حطينا كزبرة خضراء وكزبرة مقلية مع تومة. فشوفوا منظرها كيف صار، منظر تغير عن اول، وريحتها حلوه كثير حلوه. فهلا هيك دقيقتين بتكون خلصت الطبخه، وصحتين وهنا على قلبكم. إن شاء الله كلياتكم تجربوا الطبخة هاي وخبرونا إذا عجبتكم ولا لا، كيف بتلاقوا طعمها. إن شاء الله تكون زاكية. بتعرفي إيش أصل هاي الطبخة أم جزاء؟ هذه أصلها سورية. سورية من الطبخات السورية، كثير مشهورين فيها السوريين وكثير زاكية ومشهورة، يعني عندهم كثير. صح. هلا هو أنا بشوف أحلى طريقة لتزيينها اللي هو اللي بيكون قطري الدياجونال، صح؟ نعمله قطري هيك. أوكي. يعني أنا بآمن إنه الولد بيطلع حسب ما بتعود من هو صغير، فلازم يعني حتى لو مرات بيقول له حرام صغار ما بيفهموا شو يعني يصوموا، بس في عمر معين لازم يفهموا شو يعني ضبط النفس، شو يعني الإمساك، شو يعني الصوم. هو بمعنى كلمة صوم اللي هي بالضبط. وبالعكس لما يشوفوا كمان انه في اكلات هم بيحبوها او بصيروا يحبوها بتشجعوا، بيصيروا يتشجعوا. صحيح.
هلا هذا الخبز بنقدر احنا نحمص بالفرن، بنقدر نحمصه تحمير مش قلي، وبنقدر برضه اللي بيحب انه يكون مقلى برضه بزبط. يعني هي في كثير خيارات الواحد انه يسويها حسب ما هو بناسبه يعني. صحيح، وبصراحه كلها يعني حسب ما عم بنشوف الاكل الصيامي كلها خيارات صحيه. بالضبط، وكمان بيقدر الواحد يشوف ايش موسم الاشياء او الخضره لقدام شوي، بنعمل الخضره الموسميه اللي بتكون موجوده بوقتنا هلا يعني. صحيح. سلم ايديك يا خوريه، كثير حلو. ايش هون؟ شو نحط لون؟ رمان. هلا زي ما انتم شايفين صار طبق الحراق باصبعه جاهز، شكله كثير حلو وريحته كثير حلوه. هلا رح نطلع فاصل، خليكم معنا، بعد الفاصل رح تعمل لنا ام رزق المغلي. وهلا بعد ما حضرت لنا ام رزق طبق حراق باصبعه واللي طلع كثير حلو وزاكي، رح نيجي على الحلو. الحلو اليوم هو المغلي. المغلي ايش عياراته؟ عياراته عندنا رز مطحون نص كاسة، ثلاث ارباع كاسة سكر، سكر عندنا معلقة شومر، معلقة صغيرة شومر، معلقة صغيرة ينسون، معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، ومعلقتين أو معلقة كبيرة كراوية مطحونة ومحمصة. فخلينا نبلش. أول إشي بدنا نحط هاي هون السكر، وهذه كل العيارات بتحطيها مع بعض، وبعدين هاي شايفة هذا عنا نص. إذا كثير مهم إنه نفس الكاسة اللي بنستعملها للعيارات تكون نفس الحجم. بالضبط. هلا هاي معلقة صغيرة شومر. شومر معلقة صغيرة. وهذه ينسون كمان هاي معلقة صغيرة. الكراوية المطحونة ومحمصة بدنا نحط معلقتين، لأنه هي اللي بتعطي الريحة تبعت هذا والطعمة. معلقة صغيرة قرفة، وكمان نص معلقة صغيرة جوزة الطيب مطحون. فهلأ بنفس الكاسة اللي استعملناها بدنا نعير أربع كاسات مي. هلا بعدين بدنا نضوي تحته ونحرك لبين ما يجمد. اذا كل نص كاسه رز مطحون بدها اربع كاسات مي. اربع كاسات مي. تمام. بس هلا المغلي اللي بعرف انه بده تحريك كثير. بده تحريك لانه الرز هو نشا، فعشان هيك لازم نضلنا نحرك لبين ما كلياته يتماسك مع بعض. تمام. بس برضه يعني المغلي الحلو فيه انه هاي البهارات كلها، يعني هو حلو صيامي سهل كثير، والبهارات اللي موجوده فيه كلها مفيده. يعني عم نسمع قديش القرفه، قديش اليانسون والشومر بيهدوا الامعاء المعده، فالبهارات كثير مفيده اللي فيه. كميه السكر تقدروا تتحكموا فيها طبعا. هلا احنا حطينا كاسه، ممكن اذا حدا ما بيحبه حلو بيقدر يحط يقلل قد ما كل واحد بيحب يحط. اكيد. بعدين هلا نحن بدنا نديره بجاط، هيك في ناس بحبوا يحطوا بكاسات او بصحون صغار، يعني كل واحد على حسب رغبته. وكمان حسب كيف رح يكون يعني رح يتاكل دغري بعديها ولا بنحط بالثلاجه، لانه اذا بالثلاجه بالعاده يعني ما بنحطه بكبير، بنحطه باكواب صغيره وبنزينها حسب الرغبه، يعني بوقتها كل حدا بده ياكل بيقدر يزينها. بزين بساعة الساعة. مزبوط. في ناس بيحبوا يحطوا الجوز مطحون او لوز ما يعني برضه كمان مطحون، فكل واحد على حسب رغبته كيف الاشياء المكسرات اللي بحطوها او من دونها يعني كمان برضه بصير. هلا على نار حاميه شوي عشان تغلي المي، بس تبلش تغلي بتلاقي كيف بلشت تجمد المكونات هدول، بلشوا يجمدوا.
يعني بدنا 5 دقائق ونحن نحرك. هلا تقريبا شكله قرب يذوب. قرب زي كأنه بلش يشد. هلا لازم نضلنا نحرك يا خوري عشان ما يلزق بآخر. ايش المناسبات ام رزق اللي بنعمل فيها المغلي؟ دائما بعرف انه بيعملوه لما بيجي بيبي جديد على العيله، فدائما بيعملوا المغلي. ناس بسموه كراوية، ناس بسموه مغلي، بس يعني هو لانه زي ما قلتي فيه كل هالبهارات الزاكيه، ويعني كثير مفيده كمان لحتى الام المرضعه. فعشان هيك انه دائما بيستعملوا بيعملوا المغلي بهالمناسبات هاي. بس حتى باي وقت يعني بيقدر الواحد انه ياكل المغلي ويعمله في هذا، برضه من ضمن الحلويات اللي من دون زيت كمان. وهذا من الحلويات اللي من دون زيت، يعني بيقدر الواحد انه يقضي فيها او ياكل. عم بغلي؟ عماله بيغلي. اذا مجرد ما غلي بنوطي النار تحته بس دقيقتين صح؟ بس تقريبا خلص جاهز. هلا زي ما حكينا احنا رح نسكبه بجاط تقديم كبير، بس بنقدر كمان احنا نسكب كاسات. بكاسات بنزين كل كاسه. نجيب لنا كاسه اخرى اول نجرب نعمله. اول شيء نورجيكم كيف ممكن نحط بكاسه صغيره وكيف رح نزينه. إذن المغلي هو نوع حلو كتير سهل ومفيد بنفس الوقت اللي بنقدر نعمله بفترة الصيام، يعني كل تحضيره ما بياخد تقريبا 10 دقائق على بعض. لما تكون العيارات كلياتها جاهزة علينا بس نخلط. تسلموا ايديكي. شكرا لك ام رزق. طبعا ما بدي احكي لكم عن الروائح اللي صارت عندنا هون احنا. هلا للتزيين نقدر نزينه بفستق حلبي طبعا، لوز وجوز كلهم انت ناقعتهم من قبل صح؟ انا ناقعتهم بالماي. وشوفي خوري ايش بتحبي انت تزيني هون الكبير. برضه هون كمان نقدر نحطهم مصفطين او نقدر نخربشهم يعني. فكملي هذاك الصحن. بنقدر كمان طبعا مش ضروري نعمل شكل بالهاد، بنقدر كمان نرش يطلع. أيوة. برضه كمان اذا كان ما نقعناها الجوز برضه بنقدر نعمل رش. إيه لازم ينقع الاشياء اللي بدنا هي لانه فيها. بتلاقيها طريه عرفتي. فاما اذا بدك تحطيه ناشف يعني من دون ما يكون منقوع او مفروم عادي. وزي ما حكينا يعني يمكن يسكب باكواب زي هيك، اذا ما راح يتاكل بنفس اللحظه بده ينحط بالثلاجه بيكون عملي اكثر. بنقدر كمان اذا لكل العيله بدها مع بعض بالسهره نقعد هيك بنقدر نسكبه بجاط تقديم كبير. بس لما يكون حدا بده يجي مثلا يبارك او يكون في ناس معزومين او هيك فيفضل ينحط باكواب صغيره. وهيك مشاهدينا لليوم خلصت طبختنا. صار عندنا الطبق الرئيسي حراء اصبعه، وعندنا طبق الحلو اللي هو المغلي اللي بنقدر يعني صح هو حلو صيامي بس بنقدر نستفيد منه بمناسبات متعدده. شكرا كثير لانكم تابعتونا اليوم، شكرا كثير لام رزق على هالوصفات الزاكيه والمتنوعه. نستناكم الحلقه الجاي ان شاء الله مع وصفات جديده مع ام رزق. الله معكم، نشوفكم الحلقه الجاي. We'll be right back.